فكرت إني ما بقى أشوفك مرة تانية، وإنك محيتني من حياتك. أنا هون يا بنو ربي. وين كنت؟ ما بتتخيل شو سويت فيني لما رحت. فيك تقلي كيف انت عليك وقدرت تتركني لحالي هون؟ ما رجعت مشاني؟ ليش رجعت ميليتيس؟ لحتى كون جنبك. وليش ما عم تلمسني؟ ليش بس واقف عم تتطلع فيني؟ ما في شي تغير، روحي بعدها إلك، بس مو أكتر من هيك. أنا ما عاد ألمسك أو حتى ضمك يا بن ربي. مبسوط هلأ؟ شو وصلك الجواب؟ مخبيتيه؟ ليش؟ مو فهمان ليش يعني؟ خبيناها لحتى تولد هون. طيب وبعد ما تولد شو رح يصير؟ بعتذر اني فت بهالطريقة، ما كنت بعرف، بس كان لازم تخبروني. ما كنت رح تقدر تعمل أكتر من هيك يا توماس. الشي الوحيد اللي عم نطلبه انك ما تحكي بالقصة. أكيد بوعدك، بس شو الخطة؟ مين الأب؟ توماس، بترجاك روح على البيت واستناني هنيك، رح اشرح لك كل شي وقت ارجع. بكرر اعتذاري دروسو، رح استناك. وصلت لهون معه؟ عم بيلاحقني كمان؟ مو قلت لك مانك مضطرة تجي كل يوم وتقضي كل هالوقت معي؟ انتو عايشين سوا، شي طبيعي يسأل وين عم تختفي كل هالوقت. هاد مانو عذر ليلحقني ويجي وراي. روحي قولي له كل شي ولا تخافي علي أبدا، رح أكون منيحة. لك هذا الزلمة، هذا الزلمة بيعرف عنا كتير شغلات إليني، وبما أنه لحد هلأ ما أذانا يمكن لازم نخفف شكوكنا شوي اتجاهه. هادي اللي اجيت تقليها، عذبت حالك ورجعت بس لحتى تقلي هالحكي الفاضي؟ روح بين ربي، يلا روح بين ربي روح.